البطريرك الراعي قال للساسة اليوم في البلاد واضح أنكم لا تريدون تشكيل حكومة في البلاد. هل هي فعلا هذه الخلافات البينية بهذه العقبات بينهما الشروط والشروط المضادة، أم كما تقول يظل الأمر بشكل رئيسي مرتبط بالأبعاد الخارجية؟ يعني لا شك انه يعني اول شيء الراعي ما سمى، لكن يعني هو يوجه اتهام للجميع، لكل المعنيين بتشكيل هذه الحكومه، وهناك بطبيعه الحال في الشكل عده اطراف معنيه من رئاسه الجمهوريه لرئاسه الحكومه للقوى الفاعله والاساسيه في داخل الدوله اللبنانيه. وايضا يعني اي لبناني اليوم، اي مراقب يدرك في لبنان انه صاحب القرار الاساسي في لبنان هو حزب الله. لبنان يندرج ضمن محور الممانعة. التحالف الذي يقوده حزب الله على المستوى السياسي هو التحالف الأكثرية. الخلاف بين يعني ميقاتي ورئيس الجمهورية، يجب أن ننتبه أن الحكومة مطروح يكون فيها 24 وزير، في 16 وزير محسومين لفريق حزب الله، يعني الفريق الذي يقوده حزب الله، من حركة أمل، تيار المردة، الحزب القومي، تيار الوطني الحر، هذا الحلف. في 8 وزراء آخرين، الخلاف على وزيرين بهو 8 وزراء، يسميهم رئيس الجمهورية أو لا يسميهم. أيضاً الفريق الآخر هو له الأقلية، يعني بأحسن الأحوال 8 وزراء، وبأسوأ الأحوال أنه في وزيرين خارج يعني معادلة، يعني خارج هذه الثمانية. بالتالي أنا أعتقد أنه إذا نظرنا فعلياً وواقعياً، عملية تشكيل الحكومة السابقة مثلاً حسان دياب حكومة تمت بسرعة، يعني لماذا تمت بسرعة عملية تشكيل حكومة حسان دياب؟ أيضاً نحن اليوم بتقديري أنه العامل الأساسي هذه الخلافات يمكن لحزب الله أن يلعب دوره إذا كان النوايا حسنة وكانت الإرادة جدية في تشكيل الحكومة. أنا أعتقد أنه حزب الله يستطيع أن يفرض بطريقة أو بأخرى حل يعالج هذه المشكلة. تفسير غياب الضغط سيد علي، تفسير غياب هذه المحاولات من حزب الله، لا سيما بأنك قلت بأنه الحزب لا يبذل جهدا للإسهام في تشكيل الحكومة، هذا يختلف عن إذا كان الطرح بأنه يعرقل تشكيل الحكومة. هل هو مرتاح للأمر الواقع، لا سيما بأنه أيضا يستجدي بعض جرعات المعونة العاجلة من الخارج أيضا؟ تجارب تقول لنا عندما يقرر حزب الله أمرا يعتبره استراتيجيا يفعله بدون أن يأخذ حتى رأي أي أحد. هذا التجارب واضحة. فيك تقول لي أن الحكومة قد تكون يمكن أنه إذا كان في حكومة لا بأس، ولكن يقول إذا لم يكن هناك حكومة أيضا لا بأس. يعني ليس أمرا ملحا بالنسبة له، لأن الحكومة أي حكومة مقبلة ستجلس مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ بوضع الشروط، ماذا سيفعل على لبنان؟ لبنان يحتاج مال. حزب الله يهرب من هذه المسألة إلى وقت أفضل. لا أقول أنه لا يريد صندوق النقد، هو يريد، لكن يريده بظروف مختلفة إقليميا عن الظرف الحالي، لأنه يفترض ربما في المرحلة المقبلة أي حكومة جديدة ستكون تحت ضغط، بالتالي هو الذي سيقدم التنازلات لأنه هو صاحب السلطة الفعلية الأساسية. يعني اليوم أي تنازلات مطلوبة في لبنان ممكن تحصل، ولو اقتصاديا ولو على كل، لحزب الله دور أساسي بأن يعني يحصل تنازل أو لا يحصل. في هذا الظرف اللي عم نعيشه اليوم، هو لا يرى، بتقديري برؤيتي، لا يرى الآن مصلحة. ربما يرى أن هناك ربما على أهبة اتفاق أمريكي إيراني ما سيكون أقدر على أن يفرض شروط أو أن يضع شروط أو أن يكون التسوية تتيح له أن يكون بشروط أفضل مما هو عليه اليوم. لذلك هو لا يستعجل عملية تشكيل الحكومة، لأنه عملية أي حكومة، أي حكومة ستتشكل غير حكومة حسان دياب الحالية، سيكون لديها سلطة، وهذه السلطة من ممن ستأخذها؟ ستأخذها ممن لديه السلطة، ولديه السلطة اليوم هو حزب الله اليوم في الداخل اللبناني. وكل الأمور المطلوبة من حزب الله في المرحلة المقبلة أو من هذه الحكومة هي أمور داخلية، سواء ربط الحدود، سواء مسألة التهريب، مسألة المرافق العامة، مسألة ضبط الأمن الداخلي، إجراءات اللي ممكن تحصل على مستوى رفع الدعم، يعني في سلسلة إجراءات يتفادى حزب الله مواجهتها الآن، ويريد أن يواجهها إذا لابد من ذلك في مرحلة مقبلة وليس في هذا الظرف. جميل.